يعني الحاجة هادية في ذمة الله وهي شهيدة زي شهدائنا وأهالينا من قطاع غزة. خليني أروح لي يعني الزميل الصحفي الفلسطيني اللي صور هذا الفيديو صالح الجعفراوي. مساء الخير يا أستاذ صالح. مساء النور عليكم جميعا إن شاء الله. يعني هذا الفيديو مع الحاجة هادية ده كان قبل استشهادها بأيام واضح. صحيح، هو هذا الفيديو صورناه في مستشفى الشفاء. الحاجة هادية كانت يعني جاية على مستشفى الشفاء بسبب استهداف الاحتلال لمنزل قريب منهم، والحاجة هادية يعني كانت مصابة إصابة خفيفة الحمد لله. فأنا التقيت فيها يعني لأول مرة في المستشفى. يعني هي أصيبت في المرة الأولى، يعني هي أصيبت في المرة الأولى وراحت المستشفى. أيوه بالضبط. تمام. فأنا التقيت فيها في المستشفى وكل حاجة يعني كانت صدفة بصدفة يعني. فأنا رفعت الموبايل بتاعي وفضلت أصور معها وأهزر معها، وأنت شفت يعني واضح طبعًا إزاي عاملة إزاي. طبعًا وقعدت تقول لك يعني يا صالح وتقول اسمك. أيوه كانت طيبة قوي وكانت جميلة قوي يعني الصراحة. طبعًا. وصدمنا بصراحة بخبر استشهادها، الله يرحمها. كان استشهادها امبارح. دلوقتي بنتكلم عن الاستشهاد، اكيد في اسئله جايه يعني عن الاستشهاد. ايوه طبعا، وهي قالت ان انا اكبر من الاحتلال، يعني هي يعني شهدت فلسطين وهي يعني حره ابيه، فطبعا يعني سبحان الله، يعني هذا الاحتلال لا يعني لا يبقي على طفل او مسن او على الانسانيه اصلا. لا مره لا عجوز لا مسن لا حجر لا شجر ما يحتاجش عنده حاجه، المهم انه يقتل، المهم انه يوقع اكبر عدد من الخسائر في صفوف الفلسطينيين. يعني المهم انه يجمع اكبر عدد ممكن من الناس اللي يقتلهم، يعني ده هو الحاجه المهمه بالنسبه لي. طب قول لي صالح، ازاي تم استشهادها؟ احنا عرفنا انه تم القصف امام منزلها. لا، هو الحاجه هاديه كانت جالسه على باب البيت بتاعها في حي الشجاعيه عندنا في شرق مدينه غزه. الاحتلال قرف الحاجه هاديه قصف. يعني هو يعني 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 ماتت من القناصة، يعني هو كان شايفها يعني هي متعمد. يعني هو متعمد القنص ده يعني. بالظبط، دي مش اول هل هو هل 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 يعني الفيديو ده مثلا لانها قالت ان هي اكبر من الاحتلال، ويعني هم حتى الفيديوهات دي واضح ان هم بيتابعوها. ايوه، الاعلام العبري بيتابع كل حاجه بتنتشر. يعني هو فعليا الاعلام العبري بيتابع كل صوره وكل فيديو بينتشر من عندنا من غزه يعني. فالاحتلال اصلا يعني هو مش هيستنى انه يشوف الحاجه هذه، يشوف لها فيديو هي بتحكي انه هي عمرها اكبر من عمر الاحتلال عشان هو يقتلها يعني. لا بالعكس، هو اصلا ما تفرقش ما عنده حاجه يعني. احنا شفنا المجازر اللي عمال يقوم بها الاحتلال في كل يوم في كل ثانيه في كل ساعه في مجزر. فعليا احنا في كل وقت. ايوه يعني ما يعني احنا انت يعني احيانا تسال نفسك، بص يا صالح، لاننا نحتمي نحن بالانسانيه، فاحيانا كثيرا انت تسال نفسك لو كنت انت مكان هذا العدو المخبول، فيعني ازاي انا استعمل القناصه علشان يعني اتم يعني اطلق النار على سيده مسنه؟ ما هي واضح عندي من يعني انا شايفها انها سيده مسنه وقاعده على باب بيتها. يعني ما الفائدة لدى الاحتلال في أنه يعني يتم يعني يقتل أو يقصف منزل فيه مسنات أو أطفال؟ ما هي الفائدة يعني؟ ما الفائدة إن هو ماذا سيستفيد يعني؟ هو شايف المسنة دي رمز للصمود. رمز اللي هو قتل الصمود. هي عمال قاعدة في بيتها، عمال قاعدة في بيتها مش ومستحملة. الناس نزحت من حي الشجاعية وعمالة تطلع من بيوتها والحاجة دي صامدة. هل لأنه حي الشجاعية ما كانش كانت الناس نزحت والأعداد كانت قليلة، فهو شاف أنه إزاي المسنة دي باقية أمام منزلها؟ أيوه بالضبط بالضبط. هو يعني هو بيعتبر أنه أي حد عمال يقاوم فيه، سواء بعيدا عن مقاومه السلاح، اي حد بيقاوم فيه بصموده في ارضه
بنشر وفتح جرايمه، بتعزيز صمود شعبه، اي حاجه بيقاوم فيه باي وسيله من الوسائل عماله يستهدفه. اكيد عماله يقتله، ما يخلوش عايش. عموما ما بدوش صورته او وجهه الدموي انه يظهر للعالم. ستبقى كلمات الحاجه فاديه باقيه، وسيبقى الفيديو باقي، وسيبقى التوثيق دايما باقي. وإذا قتلوا اليوم المسنين أو قتلوا الأطفال حتى قتلونا نحن، ستبقى الحقيقة باقية بأنه محتل غاشم عشوائي، وستبقى الحقيقة باقية بإذن الله. زميلنا العزيز الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، أشكرك شكرا جزيلا. مهما اتكلمنا عن ما يحدث في قطاع غزة، مهما قلنا عن يعني هذه الغطرسة وهذه العشوائية حتى، وهي فكرة أنه أنا شايف وأنا بالقناصة شايف سيدة مسنة أمام منزلها في حي، شايف أن الناس نزحت منه، فأنا أسأل نفسي وأنا عدوة الست دي قاعدة بتعمل إيه؟ يعني هي قاعدة يعني علشان هي مش خايفة، أو هي قاعدة يعني واقفة وعايزة تحافظ على بيتها؟ طب أنا هعاقبها بده، فتكون النتيجة بأنه تستشهد الحاجة فادية، ولكن تبقى الحقيقة موجودة. وحنفضل نقول طول الوقت إذا كان هذا الاحتلال الغاشم مصر على هذه الإبادة، ففلسطين بقي والاحتلال في زوال.